رجعنا لكم مشاهدينا من استديو برنامج درب الساعي، ورحب فيك مره ثانيه ضيفتنا. وكنا نتكلم عن شنو قبل الفاصل؟ كنا نتكلم عن الاقتصاد ولا عن التواصل؟ نعيد التواصل الاجتماعي اذا ودك. نعيد التواصل الاجتماعي مشاهدينا، حياكم الله تتواصلون معنا على واسم برنامج درب الساعي، برنامج اندرسكور درب اندرسكور الساعي على التويتر ولا الانستغرام وايضا الفيسبوك. دكتورة، اسال انا الدكتورة؟ تفضل. عندنا الاقتصاد القطري، يعني طبعا واحد من اسرع الاقتصادات نموا في العالم. صحيح. كيف تحقق هذا الشيء برايك؟ يعني مدخول قطر اعتمادها الاساسي في الاقتصاد على النفط، هاي حقيقة. نعم. فمع زيادة أسعار النفط، يعني اتركي الفترة الحالية اللي نزل فيها السعر، طبعاً مرتبط الاقتصاد بالنفط. نعم. لأنه هو أكثر مورد في قطر، وبالإضافة إلى الغاز، فمع الزيادة زاد الاقتصاد، فصار النمو الاقتصادي سريع. نعم. بالإضافة إلى ذلك تلقون لما صارت الأزمة الاقتصادية، قطر عملت سياسة حكيمة في الاقتصاد، إن دعمت البنوك، حمتها. نعم. كيف حمت البنوك القطرية؟ إنها استثمرت في البنوك، فحمت البنوك من إن يصير في مشاكل اقتصادية، فحافظت على النمو الاقتصادي. نعم. دكتورة، على هالموضوع يعني على وجه الخصوص، كان في خطاب مجلس الشورى لصاحب السمو تكلم عن ان الاقتصاد قطر ما راح يتاثر باسعار النفط، وتكلم عن هالموضوع في تشجيع الاعمال بالذات المشاريع الصغيره والمتوسطه. كونك سيده اعمال ويعني وضع هذا، يعني الدوله تقول لنا ان انتم كمشاريع صغيره ومتوسطه انتم قاعدين تدعمون الاقتصاد، ويعني بهالطريقه ما راح يتاثر علينا. ايش رايك في هذا الدعم؟ فعلا في دعم كبير طبعا من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. صحيح. طبعا هاي شيء معروف، وفي موارد أخرى غير الموارد النفطية، بس أنا قلت يعني أن معظم الموارد هي جاية من البترول والغاز. هذه كانت أساسها. ما يعني صحيح. ما يعني أن ما في موارد أخرى، في موارد أخرى طبعا، وهذه طبعا فيها اعتناء من الدولة وفيها دعم من الدولة. طبعا الدولة مو معتمدة تماما على النفط، لكن بالإضافة إلى ذلك في موارد أخرى. دوركم أنتم كهالموارد احنا يعني نتمنى دعمكم. احنا نتمنى الحمد لله البيئة جيدة، بيئة الأعمال. صح. بعد نتمنى الأحسن، أنه يكون تطور أكثر. صح. فطبعا النجاح اللي هو في البيئة هذه معناه نجاح للشركات. صح. فليش لا؟ صح. بما ان احنا يعني دكتوره تكلمنا في كذا مجال، تكلمنا عن الاقتصاد، تكلمنا عن التنميه البشريه والطفره العمرانيه الموجوده، وين التعليم من هذه كلها؟ التعليم هو الاساس. صح. التعليم هو اللي يخلق الانسان، هو اللي يوجه للانسان، يعني انسان متعلم غير عن انسان غير متعلم. نعم. الانسان غير المتعلم انسان يعني يحاول بس، يعني مثلا حتى يعني لو يبي يفتح له مشروع دراسه جدوى او وين يحط فلوسه او شيء يصير صعب عليه. لما يكون الانسان متعلم وعارف شلون يمشي وعارف يخطط غير. طبعا التعليم هو الاساس، والدول كلها تعرف الحين ان التعليم هو الاساس، والعائلات كلها. وطبعا التعليم الزامي هني في المرحله الابتدائيه. نعم. فالتعليم موجود، طبعا التعليم ما عليه كلام يعني في دوله قطر. طبعا التعليم والتخطيط يعني يردني حق موضوع الاعمال، في وجود كثير من المؤسسات اللي تدعم المشاريع الصغيره، ان هي تعلمهم مثلا شلون تبدا مشروعك، يعني قصدك مثل دار الانماء الاجتماعي مثلا او الحاضنه. اي نعم. ايش رايك مثل هذه المؤسسات وهذه الشركات اللي توجه خلينا نقول لصغار المستثمرين انهم يساهمون في رفع الاقتصاد؟ اوكي، هي جزء من هاي، بعد نحتاج اكثر. نعم. نبغي، لان في يجونا بنات يقول انا ابغي افتح مشروع، ما اعرف دليني كيف اسوي. صحيح. عندي مبلغ بس ما اعرف، انا افكر في افكار كثيره بس وين نقطه البدايه؟ احس المفروض احنا نبادر اكثر، يعني مثلا انا مثلا كخلود
دكتوره المفروض استفيد منك، يعني مثلا انا حتى لو ما رحت حق جهه رسميه نعم. مثلا اقدر اروح عند الدكتوره هي تفيدني. في ناس تجي يعني، لكن هو البدايه من الشخص نفسه، اذا هو يبغي بيوصل، بيروح دار الانماء الاجتماعي، بيروح صح. الاماكن اللي هي بيروح يستشير سيدات الاعمال او رجال الاعمال. لكن الواحد اللي مو بحاب، في ناس كثيره، اكثر الناس ما يحبون الشغل التجاري، يقول لك شغل الحكومه واقعد وعلى راتب وظيفه مستقر يكون افضل. وعلى حسب الرغبه يعني، حسب الانسان هو ايش يبغي. يعني شوفي على كلام الدكتوره صحيح، يعني انا من الناس اللي اقول حصه لك في التجاره ورزق الله على سيف، عرفتي؟ يعني انا اشوف انه يعني مثلا ممكن ان انا ابدع في مثلا المجال الحكومي، مجالات ثانيه بعيده عن التجاره، في الوقت اللي يبهرني جدا انه يعني لما اشوف بنت قطريه مبدعه في مجال التجاره الاقتصاد وداخله في يعني الاستثمار والمجال الاعمال بشكل جدا كبير، وفي منهم يعني سرعتهم ما شاء الله في المجال تبارك الله صاروخيه يعني. فايه فانا اشوف كل خلق لما هو له يعني. ايه فبالتالي فعلا يعني هو الإرادة يعني هي تبغي تسوي شيء، هي نفسها تعمل هالشيء بتعمله، تبتدي بس الخطوة الأولى. صحيح صحيح. وبما أن إحنا موجودين مرة ثانية في درب الساعي ونشوف الأجواء الجميلة اللي حولنا، إيش رأيكم نروح نشوفها من قلب الحدث مع زميلنا سفر الهاجري اللي متواجد في إحدى الفعاليات؟ صبحك بالخير يا سفر. نعم صبحت الله بالخير يا خلود انت وحصه، وارحب ايضا بالساده المشاهدين ونقول لهم صباح الخير. صباح ثاني يوم في فعاليه درب الساعه، يمكن الجميع امس شاف الافتتاح اللي يليق بهذا المكان الكبير والعظيم. في نفس الوقت انا للامانه متواجد في فعاليه سوق واقف، ربما تكون هذه الفعاليه يمكن اهم فعاليه موجوده في درب الساعي، لانها تذكرنا بالماضي واللي ما له اول ما له تالي. راح ناخذ لقاءات موجوده هنا، وراح ناخذ بعض الاسماء اللي موجوده هنا. راح ناخذ الان لقاء مع صاحبه محل هنا في فعاليه سوق واقف، اللي بتحدثنا عن شغلها. صبح صلاه بالخير يمه. في البدايه ما لو تحدثينا وتحدثين مشاهدينا عن اللي تبيعينه يمه. أنا ناخذ غزل الغنم حق الصوف، ونزينه قطعات، نزينه حصاوة، هذه الحصاوة شفتها، نشغلها بيوت، نشغلها قطعات، نشغلها صواح، نشغلها اللي عينك تشوف تشري العرب الأول، حياة العرب الأولى، هذا كله شغل العرب الأولين، حياة الأولى، ولا الثانية ما يعرفون شيء بس، وهذا شغلنا. واللي عندكم القهوة والبهارات؟ أنا اشتري البهارات حب، وننظفها في بيوتنا ونغسلها، نوديها للطحان إلى جبناها وزعناها. وزعناها ونبيعها، نترزق الله فيها. بيض الله يجيكم، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. ومثل ما شفنا مشاهدينا الكرام الكثير من المحلات هنا، وهذه أيضا دعوة للجميع بزيارة هذه الفعالية اللي راح يستمتع للأمانة فيها. طبعا أنا خذيت جولة في البداية قبل ما نطلع الهواء، وخذينا جولة على بعض المحلات. في محل اسمه قراطيس، وأيضا شاي حمر، والتاوة، وعسكريم بعد، والشربات، والحناية. طبعا الحناية هذه الجميل في الحناية أنها مو قاعدة تحني بس، قاعدة تصنع لوح من الحنة، وهذا أيضا يدل على تراث موجود عندنا. والبشتختة ودراريع وعكاس وعتشافة بعد، وحنة وكحل وديرم. الآن حنا بنتكلم على أيضا الفعاليات اللي موجودة، ولكن معانا أخوي فيصل إبراهيم اللي بيض الله وجهه أعطاني جولة سريعة على فعاليات سوق واقف، اللي بحدثنا أيضا على فعاليات سوق واقف، ولكن من جانب آخر يحتاجك للمشاهدين. صبحك الله بالخير يا فيصل، ونقول لك بيض الله وجهكم على هالشغل. صبحك الله بالنور ووجهك أبيض أبوي، يعطيك العافية. الله يعافيك. في البداية لو تحدثنا عن فعاليات درب الساعة، عفوا فعاليات سوق واقف أو فعالية سوق واقف، وإحنا قاعدين نمشي أخوي فيصل، لو تحدثني عن الفعالية، وتحدث أيضا مشاهدينا الكرام عن هذه الفعالية اللي الكل ينتظرها وينتظر هذا درب الساعة يعني بشكل عام. أول شيء حبيت أبارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ولا سمو الأمير تميم بن حمد بمناسبة اليوم الوطني، والشعب الكرام. بالنسبة بما يخص سوق واقف إن شاء الله بإذن الله هالسنة في درب الساعي بيكون عبارة عن 92 محل، تضم منها الأسر المنتجة، عندك بعد اللي هي بعض المحلات يعني نفسها شاركنا مع جمعية الميرة،
متاحف قطر شاركونا بعد، عندك معهد النور، المؤسسات العقابية والإصلاحية بعد شاركونا. شيء حلو إنه مثلا تلاقي الناس إنها عندها قابلية، عندها استعداد إنها تجي تخدم في نفس المكان اللي كل الناس متوجهين له، سواء كان من الشعب القطري، سواء كان من اخواننا في دول مجلس التعاون، سواء كان من دول مجلس الدول العربيه اقصد. طيب لو تحدثنا عن دار الانماء ووجود دار الانماء هنا في فعاليه سوق واقف، شلون هذا له اثر على الفعاليه نفسها؟ بما يخص دار الانماء، هو بس مش عندك دار الانماء اللي مشاركين معنا، عندك دار الانماء، عندك وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، عندك بعد ايضا اللي هم الناس اصحاب المشاريع الرياديه. فمثل ما انت عارف هم مثلا مش منتسبين حق اي جهه، فحبينا ننتهز الفرصه بحيث ان نتواصل معهم، بحيث ان يكونوا موجودين معنا، بحيث ان نقدر ندعم الاسر المنتجه، بحيث ان نكون معاهم. يعني بيض الله وجهك اخوي فيصل، وانتظرني لحظه، احنا بس على اساس ان مشاهدينا الكرام، والله لو نتكلم من اليوم الى بكره ما راح نوفي هذه الفعاليه او فعاليه درب الساعي حقها. انتظرونا بعد شوي، بناخذ جوله انا واخوي فيصل، انتظرونا بعد شوي ان شاء الله راح نكون في مكان ثاني وفي فعاليه ثانيه في مكان درب الساعي. شكرا سفارة، اكيد نشكر ضيفك. ونرجع للاستديو، وانضمت لنا في الاستديو الكاتبة والناقدة هدى النعيمي. يا هلا ومرحبا فيك، ويسعدنا تواجدك اكيد معنا وفي قعدتنا هذه في استديو درب الساعي وسط درب الساعي. احساسك في اليوم الوطني؟ والله اولا شاكرة جدا على هالاستضافة الجميلة في اول ايام البث المباشر من درب الساعي هنا في قناة الريان. انا سعيدة جدا بالتواجد معاكم اليوم، سعيدة ان اكون من ضيوف اليوم الاول، سعيدة بوجودي مرة ثانية لدرب الساعي، واشوف كل هالتغيرات الجميلة اللي صارت والتطورات واللي هي تعودنا عليها في دولتنا الحبيبة قطر. اذا يعني مشاعرك في اليوم الاول، يعني طبعا ككاتبه وناقده، فيعني اعطينا عن مشاعرك واثرينا فيها. طبعا اولا يعني سمحي لي ان انا ارفع ايات التهاني والتبريكات حق سمو الامير تميم بن حمد وسمو الامير الوالد حمد بن خليفه على هذا اليوم السعيد والمناسبه اللي غاليه على كل مواطن وكل مقيم على هذه الارض الطيبه. اليوم الوطني الحقيقة شنو يعني لنا إحنا؟ أنا بصراحة أعتقد أن اليوم الوطني هو يوم الانطلاقة، هو يوم البداية، هو القاعدة اللي انطلقنا فيها، هو البداية اللي ابتدت منها هذه الدولة تكون كل هذا اللي إحنا قاعدين نشوفه. إحنا ما عشنا يوم التأسيس بالفعل، لكن إحنا شفنا التأسيس شو وصل له وشلون وصلنا إلى هذا اللي إحنا شايفينه والإنجازات العظيمة والاسم الجميل اللي قطر صارت تفخر فيه في العالم، وإحنا نفخر بها، وكل واحد منا يقول أنا قطري وافتخر. كل هذه المنطلق هي من يوم الأساس ويوم البداية ويوم الانطلاق اللي هو اليوم الوطني. أكيد عزيز علينا أن احنا نحتفل بهذا اليوم، وأن احنا نفرح به ونسعد له كلنا كأجيال صغير وكبير. أكيد شحنتيني كذي بنقطتين. النقطة الأولى أن لما قلتي كلمة احنا، انا يعني احنا عاده نسال اي ضيفه نقول شعورك، بس لانه هو بالفعل حب الوطن حب مشترك. صحيح. فاحنا صح. احنا حبنا شعورنا هذه النا، يعني شوف ايش كبرها يعني في الدوحه نا نا نا. صحيح جماعي. هو جميلة. شعور جماعي واحساس جماعي بالتاكيد. هذا اكيد يوم يجمعنا كلنا. واستاذتي نفس ما كنا سالنا الدكتوره، اول ما دشيتي اليوم درب الساعي، اول دشلت اليوم؟ صحيح اليوم. ايش اختلف عليك؟ ايش رايك في هذه الاجواء؟ وجود الاطفال هنا، الفعاليات، يمكن بعد شفنا بعضها مع مراسلينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه صراحه يسعد الواحد، يسعد كل زائر الى هذا المكان. أنا فعلا لفت نظري هذا التغيير والتطور من السنة الماضية إلى هذه السنة. المساحة أعتقد أكبر، عدد من الفعاليات خذت مساحات، خذت أشكال أكثر. شفنا في التقرير من شوية من سوق واقف، أنا مريت عليه فعلا قبل ما أجي للاستوديو، جميل جدا، كثير من الفعاليات في داخله، مثل ما ذكر الزميل الحين 90 محل أو 92 محل ما شاء الله. طبعا السنة اللي فاتت كانت أقل، ونأمل طبعا السنة الجاية بتكون أكثر. ليش؟ لأن الإقبال على هذا المكان إقبال حقيقة
متناهي يعني النظير. الاقبال طول ايام درب الساعي، الناس حتى في البيوت تتساءل رحت درب الساعي للحين ما رحت؟ لا لازم تروح. هذه الكلام احنا نسمعه دائما يعني سواء حتى في المكاتب حتى بالنسبه للمواطنين او المقيمين، لان مكان يجب ان يزار. يعني واعتقد حتى من خلال هذه الشاشه انا اوجهها كلمه حتى لاهلنا واخواننا في منطقه الخليج انه يجون ويشوفون اللي احنا عايشين فيه واجواء السعاده اللي احنا عايشينها. والله اي نعم. ايش رايكم ضيفاتنا العزيزات لو من شوي طلعنا اللي هو سوق واقف المصغر عندنا هنا في درب الساعي، لو لاحظتوا حتى تكلمت انا وخلود عن الاسماء الموجوده، يعني مثلا العكاس، العكافه، يعني الحنايه. صحيح. يعني في من الاسماء اللي يعني ما عادت يعني ما عدنا احنا نتداولها. فايش رايك دكتوره في انه حتى الناس يعني رجعوا مره ثانيه يعززون هذه الاسماء ويتداولونها؟ كان احنا نقول ما نبي ننسى تراثنا، ما نبي ننسى قديمنا. يعني للحين احنا نبغي القديم بالاضافه الى الجديد. فيعني حتى الشركات القطريه البروه، تعرفون شو معنى بروة؟ بروة يعني بالقطري يعني الورقة اللي هي ورقة العقد أو شيء. البيت أو شيء. إيه مثلاً كروة، كروة يعني إيجار. نعم. يعني شركة إيجار. عكافة يعني اللي تعمل الضفيرة. صح. يعني مشاطة نفس العكافة. نعم صحيح. مثلاً مطراش. مطراش كان الشخص اللي يرسلون معاه رسائل. فمطراش الحين في ينبعث لنا مسجات طبعا. غير هذه احنا عززنا عندها النديب. فاحنا هني نحب الاسامي القديمه، حتى عيالنا نسميهم اسامي قديمه. يمكن في دول الخليج بعض الدول لا يحبون الاسامي الجديده، يفكرون في اسم جديد لاطفالهم، احنا القطريين لا، ندور القديم ونحطه عشان ما نبغي ننسى قديمنا. اكيد. وهذا هو الصح، ان الواحد يحافظ على عاداته وتقاليده، واكيد يعني ديننا، ونكون مواكبين الاشياء الجديده اللي تصير معنا. نعم. حصه ويعني ضيوفنا الكرام، بما نحن نتكلم خلينا نقول عن النجاحات بشكل عام، بنشوف معاكم تقرير عن مبادره علم لاجل قطر وراجعين. جات من أجل تحقيق غايتين من ركيزة التنمية البشرية اللي هي إحدى ركائز الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. الركيزتين هذه كانت تعتمد على سكان متعلمون ومواطنون أو قوة عاملة ذات كفاءة عليا. في الغاية الأولى طبعاً إحنا قاعدين نسعى لاستقطاب مجموعة من الشباب المميزين، أصحاب الروح القيادية الموهوبين في مجالاتهم، بهدف إلحاقهم في المنظومة التعليمية للعمل لمدة عامين كمعلمين في المدارس المستقلة في دولة قطر. وهذا طبعاً اللي راح يساهم في رفع التحفيز لدى الطلاب، بالإضافة أنه راح يساهم في تطوير أدائهم الأكاديمي. الشغلة الثانية اللي هي بعد في مهنة التعليم أو سكان متعلمون، إذا احنا كنا حابين نساهم في تحقيق هذه الغاية، احنا لازم نغير نظرة المجتمع اتجاه مهنة التعليم، وهذا ما راح يكون إلا من خلال عملية إعادة تسويق أو إعادة صياغة مهنة التعليم وتوضيح صورتها الأساسية لدى المجتمع، من خلال استقطاب قيادات شابة من مختلف القطاعات بعد ما يتم تأهيلهم وتدريبهم بقدر كافي وضمهم للمنظومة التعليمية. القصة بدأت يوم كنت أنا في المدرسة، كان دائماً هدفي وطموحي أن أنا أرجع الجميل حق دولة قطر. شلون أقدر أرجع الجميل اللي دولة قطر أعطتني إياه من أنا كنت في الابتدائية لما رحت الإعدادية والثانوية؟ تخرجت من المدرسة وانتقلت للجامعة، دخلت جامعة قطر. الحمد لله طلعت الأول على جامعة قطر في تخصص الهندسة الكيميائية وسلمت على الأمير. بعد ما خلصت السلام على الأمير ما حسيت أني أنا رجعت جزء من الجميل حق دولة قطر.
دخلت في تخصص الهندسة وصرت أشتغل في قطاع البترول والغاز مع شركة دولفين للطاقة. حسيت أن أنا لحد الحين النار اللي داخلي ما قدرت أطفيها. شفت قدامي منظمة علم لأجل قطر اللي هي تسمح لي أن أنا أدخل وأكون مع الشباب القطري، وأنا عارف أن أنا إذا كنت مع الشباب القطري وساهمت بجزء بسيط تركت بصمتي على الشباب القطري، هني أنا راح أقدر أرجع جزء من الجميل حق دولة قطر. واستريح على كرسي، حياكم. الفرق كبير جدا بين العمل في قطاع الغاز والبترول والعمل في المدرسة. انت قدام، انت في المدرسة قاعد تتعامل مع طلاب وجه بوجه يوميا، قاعد تشوف ناس، عندك تحديات يوميا لازم تتغلب عليها، عندك سلوكيات مختلفة لازم تعرف تعالجها في الصف. لكن انت لما تكون تشتغل في المكتب مع الأوراق في الهندسة، انت والأوراق شيء سهل انك انت تتحكم فيه، لكن في الصف عندك 30 شخص، وشون تقدر توصل لهم وتحببهم كلهم في المادة اللي موجودة قدامهم. 7 دقائق عندكم حق التجربة، راح نسوي سويتش، راح تنتقلون من أماكنكم نفس ما سوينا في المختبرات السابقة، وكل واحد راح يسوي التجربة الثانية. ما في روتين كلش، انت تدخل تحدي جديد بمادة جديدة، وانا مجال احب الرياضة جدا، فالتحدي بالنسبة لي هو احسن شيء في حياتي، وكل مرة كل ما احاول يواجهني تحدي احاول اني انا اتغلب عليه. احنا وايد نتكلم عن التحديات اللي يواجهها التعليم، تحديات كبيره كل يوم نناقشها في مجالسنا، نناقشها مع الربع، نناقشها في كل مكان في حياتنا. منظمه علم لاجل قطر تفتح لك الباب وتسمح لك انك انت تضيف بصمتك وافكارك. فاعتقد الوقت حان ان انت تضحي شوي بوقتك وتبدا تساعد الشعب وتساعد دوله قطر من خلال الجيل الصاعد واللي هو الشباب. فحياكم الله وانتم قدها، وضيفوا بصمتكم على الجيل الصاعد لان قطر محتاجتنا. نستكمل حوارنا مع دكتوراتنا. ودكتورة هدى، إذا بنتكلم عن التعليم في قطر، ويعني شفنا تطور، شفنا مبادرات من الشباب خاصة فيهم تبدأ معاهم، شنو يساهم هذا كله في حب الوطن؟ زين، شكراً على هذا السؤال وشكراً على هذا التقرير الجميل. أنا التعليم الحقيقة يعني دائماً يمس فيني شخصياً وتر حساس. في قطر هني في بلدنا التعليم فعلا لما بدا في بداياته يعني مو بس كان مجاني، كان في تشجيع حقيقي للمواطن القطري انه هو يدخل عياله المدارس في وقت كانت يعني كلمه مدرسه ما تعني وايد بصراحه حق اغلب الناس، لان بدينا مع المطوع. نعم، لكن كان في تشجيع حقيقي للادخال، يعني تذكرون بس مو مدرسه مجانيه، المواصلات، الادوات كانت توصل للطالب، فما تعطي عبء على العائله باي شكل، كل حاجه بتكون موفره له من داخل المدرسه. وتطور هذا الشيء، ما توقفت عند هذه النقطه، تطورت قطر في العطاء وفي دعم عمليه التعليميه الى ان وصلت الى هذه الدرجه اللي احنا نشوفها. يعني مبادرات بصراحة نضاهي بها العالم ونفتخر فيها قدام العالم كله. المدارس، مدارس النموذجية، قبلها المدرسة العلمية، المدرسة المستقلة، كلها تجارب في مجال التربية والتعليم، يعني تعطينا فكرة عن مدى أهمية التعليم بالنسبة حق الحكومة القطرية وبالنسبة حق القائد في كل المراحل. اللي سوته الحين الدولة في تجربة التعليم أنه أنا عندي علم معين أو عندي ثقافة معينة أنا أعطيها للآخر حتى لو كنت أنا على وظيفتي، تجربة جميلة جداً أنا حي الدولة عليها. أكيد صحيح. ومثل ما شفنا أيضاً بعد مرة ثانية في التقرير أن الشباب المشاركين في التقرير فيهم يعني شفافية، فيهم صدق، عمق الرسالة اللي هم قاعدين يؤدونها، وهذه يعني ما جاء من بعيد. قطر هي صاحبة مبادئ وصاحبة قيم وعرفت بهذا الشيء. فككاتبة وناقدة دكتورة هدى، عملتنا بالصدق والنصح والنقاش، تعني لك وشني الجماليات الموجودة فيها؟ جميل جداً، هذه الحقيقة، هذا البيت يعني بصراحة يختصر كل الجماليات الأخلاقية في العالم كلها ويحطها في 4 كلمات: عاملتنا بالصدق والنصح والنقع. الصدق شنو هو الصدق؟ الصدق هو المصداقية،
المصداقية، يعني كان في مصداقية ما بين الحاكم وشعبه، ما بين الشعب والحاكم، ما بين الشعب وطبقاته وفئاته، وأنا ونفسي. نعم. خلاص إحنا وين بنوصل؟ بنوصل يعني لأحسن حالة إن شاء الله. إن شاء الله. هذه المطلوب، هذه المطلوب. النصح، شنو النصح؟ النصح هو إنك تنصح الآخر، هو النقد البناء. وهي هذه لو ينمي حتى حق بناء الدول أو بناء الحكومات، حتى البرلمانات أو المجالس النيابية أو المجالس البلدية، هي قائمة على النصح، أنك تنصح الآخر أن هذا كذا وكذا، أو النقد البناء أن هذا يصحح بالطريقة الفلانية. نيجي حق النقاء، النقاء هو الأمانة والشفافية، وهذه المطلوب، هذه المطلوب أيضا في كل الدساتير، أن هي وتشوف كل المؤسسات، وعندنا في دولتنا الحبيبة أيضا مؤسسة للشفافية اللي تبني على أساسها قاعدة أساسية، ومنها تنطلق وتشوف كل هذا اللي احنا شايفينه الآن. فهذا البيت الحقيقة يعني يختصر جماليات جميلة، ويختصر كل الأخلاقيات اللي احنا نحتاجها في تأسيس الأمم. صحيح. يعني أخذ من كلامك شوي على موضوع خلينا نقول الاهتمام بالفرد، اللي هو نفس ما تفضلت الدكتورة نورة، أنه هو التنمية البشرية اللي هي تخص مثلاً التعليم ومنها الصحة. كونكم يعني ما شاء الله كل واحدة تميزت بمجال، كاتبة وناقدة يعني سيدة أعمال، كنت بقول رجل أعمال، فهذا اللي كنت أنا بأوصل له. يمكن بناء موضوع البناء خلينا نقول المقاولات نوعاً ما كان مقتصر على الرجال، أو للحين يعني بعض المشاهدين يمكن يوم يسمعون أنه بيحسون أن المجال شوي غريب على سيدة. ونفس الشيء صحيح. مثلاً خلينا نقول مجال الكتابة نوعاً ما قبل فترة خلينا نقول أنه كان بعد مقتصر على الرجال. فإيش رأيك في أن السيدة دخلت كل المجالات من بينها المجال اللي أنت تميزتي فيه؟ إيه فعلاً، يعني هو مجال المقاولات يعني مش بس في قطر، في كل الدول. أنا حضرت مؤتمر في كازاخستان، كازاخستان المرأة هناك فري يعني زي الروس، وتكلمت في المؤتمر بعده استغربوا وجاوني ويسلمون علي، انت جايه من بلد فيها جمال وبعارين وش وصلت لي يعني هاي شيء عجيب. قلهم انتوا اللي متاخرين، ما عرفتونا. احنا لا نزال نعمل اعمال يعني مش في هذه، هو يمكن اشياء فرديه، يمكن هي شغل المقاولات مش بسيط، هاي حقيقة، سواء في قطر أو غير قطر. بس يعني أنا بالنسبة لي يعني إن في قطر إن المجال مفتوح والدولة ترحبه، والدولة دائما تعطينا التسهيلات، يعني ما لقينا أي معوق في أي شيء. يعني أنا شخصيا ما لقيت شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني الدولة تدعم سيدات الأعمال، سواء اختارت صالون، سواء اختارت محل عبايات، سواء اختارت محل تجزئة، سواء اختارت شركة مقاولات. نعم. هذا الاستثمار في الفرد. إيه، وهو إحنا في الحياة أصلاً رجل وامرأة، يعني كل واحد له دور. بس مش حرام إن المرأة تشتغل في المقاولات، هاي شيء مش محرم. فإحنا الشيء اللي نقدر نبدع فيه ونقدر نعمله، ليش لا؟ يعني هي حياة واحدة وبنعيشها. صحيح. دكتورة هدى، كانت كاتبة، يعني دائماً نعرف كلنا اللي الكاتب أو اللي يرسم له إلهام في بيئته ويعني الأشياء اللي حوله. فكونك كاتبة ايش قد يأثر فيك الأجواء اليوم الوطني، الاحتفالات، وتخليك تبدعين وتكتبين في هذا الموضوع؟ الحقيقة يعني هي دائما الكاتب أو المبدع أو الفنان بصفة عامة، يعني الأجواء اللي حواليه يعني تعطيه إلهام مثل ما تفضلتي. نعم. وتخليه فعلا في مزيد من الإبداع بشكل أو بآخر. أجواء الفرح احنا عايشينها هذه تنعكس أكيد على الواحد، تنعكس يعني ترسخ في النفسية. أجواء الفرح وأجواء الاحتفالية العامة، الأدعم هذه اللي حوالينا مو مجرد حاجات ترفرف حوالينا، هذه معنى كبير، معنى كبير، معنى اللي قاعد يرفرف هذا الأدعم اللي حوالينا قاعد يرفرف في داخلنا احنا. صحيح. في داخل كل واحد يمشي في هذا المكان، بالتأكيد هذا ينعكس علي بشكل أو بآخر، يخليني حتى كلماتي تزدهر، حتى المعاني في يدي تاخذ اللون الأدعم.
تاخذ اللون الجميل. هو الواضح من حركات يدك بعد. حركات الجسد طبعا تفسر هذه او تترجم فعلا هذه الاحساس. أكيد. فمعاك حق كلنا كفنانين، كلنا ككتاب، كلنا كمواطنين، كلنا كمقيمين على هذه الطيبه نتاثر، واكيد ينعكس على ادائنا في العمل سواء في الفن، في الكتابه او حتى العمل بصفه عامه. أكيد. ودكتوراتنا يعني وضيفاتنا ما زلنا مستمتعين معاكم، والحديث معاكم بعد ما ينمل، وراح نستمر وبنطلع مع الزميلة حنان بلان بعد موجودة في أحد المدارس تنقل لنا فعالياتهم. صبحت الله بالخير يا حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة الريان. أنا اليوم معاكم من مدرسة البيان لتغطية فعاليات اليوم الوطني اللي ما زالت مستمرة طبعاً ولين إن شاء الله 20 ديسمبر. أنا معاكم مثل ما قلت من مدرسة البيان. طبعاً مثل ما تشوفون هنا إحنا عندنا كذا فرع حق الدوحة، ونسيت أقول لكم اسم المعرض. اسم المعرض ربعاً تعاونوا ما ذلوا. طبعا للمزيد من التفاصيل معاي ضيفتي مديرة المدرسة اسماء الكبيسي. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور ان شاء الله يا رب. بداية استاذة لو تكلميني عن الفعالية وتعطينا نبذة عامة وشنو الاهداف منها. هاي الفعالية مثل ما تفضلتي من شوي ان هي ربعا تعاونوا ما ذلوا، والهدف منها نوضح للجمهور ان الطالبات الكشافة عندهم امكانيات كبيرة، وحبوا يقدمون نبذة أو مثل ما نقول بطاقة شكر للوطن من خلال هذه الفاعلية اللي هي ربع تعاون وما ذلوا. ومثل ما شفتوا وتفضلتوا شفتوا أعمالهم من أروع ما يمكن. هم يمكن اختاروا هذه الأعمال واختاروا كطلائع، اختاروا مناطق، وهدفهم من المناطق أنهم يبحثون فيها من ناحية تراثية، من ناحية جميع النواحي، ويربطونها بالحاضر الماضي مع الحاضر. فكل طليعة أخذت لها اسم من أسامي مناطق دولة قطر، من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق. وهدف طبعا تعزيز الهوية الوطنية وربط الماضي بالحاضر، وخاصة أن هذا الجيل في أمور كثيرة وفي مناطق كثيرة في الدولة ما يعرفها. فكنا حابين ان احنا نعرفهم ببلادهم ووطنهم الامكانيات اللي فيه من ناحيه تراثيه ومن ناحيه التقدم، يقارنون بعد، يقارنون بين القديم وبين الحديث، لان هم اللي بيواصلون هذا الشيء. استاذه مثل ما ذكرتي ان في ترابط بين الماضي والحاضر، شنو اهميه هالترابط؟ اللي هي الاعتزاز بالوطن والانتماء للوطن، هذه مهم جدا. مثل ما نقول احنا قديما هن يقولون اللي ما له اول ما له تالي، فلا بد ان يعرفون ماضيهم عشان يبنون مستقبلهم من خلال حاضرهم، وهذه كان الهدف. وش قد هي مهمة روح التعاون بين الطالبات في الفعالية؟ من خلال طبعا متابعتي للطالبات مع مدرسات التربية الرياضية، وعلى رأسهم الأخت منسقة التربية الرياضية هي الشمري ومدرسات التربية الفنية، صار في تعاون بين القسمين، والطالبات نفسهم أظهروا يعني صراحة اهتمام كبير وتعاون، وتحسينهم كفريق عمل واحد، بدليل ان شفتي اللوحات اللي موجوده كلها عمل يدهم. لما حد يسالهم يقول احنا عملناها بنفسنا، ويشرحون له بالضبط شلون عملوا، كل واحده عملت حاجه يعني من هالامور دي كلها. هذه ادى الى انه كنسيج واحد، احنا نقول الوطن نسيج واحد، واحنا مثلناه في الطالبات في هالشيء البسيط اللي قدمناه كنسيج واحد، من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشرق، فكلنا هدفنا واحد. يعطيهم العافيه. واكيد الاحتفال باليوم الوطني شيء واجب علينا ومهم، شنو أهمية الاحتفال باليوم الوطني؟ شوفي، هي مش بس يوم الواحد يحتفل فيه، أنا دائما أقول لهم مش يوم تحتفلين فيه، الوطن معاك من أول ما تظهرين للدنيا لحد ما رب العالمين ياخذ أمانته، مثل ما عندك عرج ينبض في 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 جسمك أو في قلبك ينبض، حب الوطن ينبض معاه. فاحنا لازم نزرع فيهم حب الوطن، لان حب الوطن يعطيهم دافعيه لبناء هذا الوطن والمشاركه في بناء هذا الوطن، وهذه مهم جدا. فهي احنا قاعدين نعزز فيهم الهويه والانتماء، وان بلادك لازم تعتزين فيها ولازم تفتخرين ببلادك، وايضا لازم انت تكون لك مشاركه في بناء هذا الوطن حتى في مجالك انت، كل في مجاله يستطيع انه يرفع سهم قطر فوق جميعنا. الدور علينا كلنا. بعد سؤال، ايش معنى اخترتي اسم او اخترتوا اسم ربع تعاونوا ما ذلوا؟
هو لو فسرنا المعنى ربع تعاون ومذلة ونجد أنه مثل ما قلنا إحنا قلنا بس عندنا فريق صغير خلينهم يتعاونون فيما بينهم، فما بالك إحنا كشعب قاعد في هذا البلد لما نتعاون شو راح تكون بلادنا؟ تكون من أروع ما يمكن. والحمد لله إحنا متعاونين جميعا متكاتفين مع قادتنا ومع أميرنا إلى للأفضل. هدفنا إن إحنا نحقق رؤية قطر 2030 من خلال التكاتف والتعاون، عشان شي اخترنا له ربع تعاون ومذلوا. أهني الأولين لما يدخلون الغوص ولا يعملون ولا في أي مجال يقول يلا ربع تعاون ومذلوا، علشان يشجعون بعض ويشدون أزر بعض وما حد ينخ، فهذه هو الهدف منه. وبعد مثل ما شفنا هنا استاذ، انا في البدايه قلت ان في كذا ركن هنا انتم مسوينه، الزباره، الوكره، تخان، والخور، هالاركان شنو اهميتها وش معنى هالاسامي اخترتوها؟ الاسامي احنا ما اخترناها احنا كمدرسه، اختاروها الطالبات الطليعه، يعني الكشافه عباره عن طلائع، فكل طليعه اختارت لها اسم وبحثت عنه من ناحيه تاريخيه، نشاته، اثارها، فاختاروا كل طليعة اختارت لها اسم. اللي اختار قلعة الوجبة، معروف احنا قلعة الوجبة اهميتها في البلد، وكانت عبارة عن الخط الفاصل، وكان المؤسس من بداية نشأة الدولة الحديثة في قطر، إضافة إلى الخور واهميتها اللي هي مدينة من المدن الهامة، الوكرة، الزبارة. احنا يمكن لو بنشوف مناطق دولة قطر بنلقاها كثيرة، لكن نقوا يمكن أهم المدن اللي مشهورة بتراث، بحضارة، بأثارها، فاختاروا هذه الطالبات وبحثوا عنها. يعني كل طالبة الجمهور الموقف عندهم وسألهم اسردوا له تاريخ هذه المنطقة، وهذه هدفنا، شوفوا ماضيهم شلون وحاضرهم ومستقبلهم. يعطيكم العافية. وطبعا أنا شايفة تفاعل الطالبات شلون ما شاء الله عليهم، شنو نظرتك يعني أنت فيهم، تشوفين يعني تفاعلهم ونشاطهم في هالفعالية؟ هي مو بس في هذه الفعالية، في كل الفعاليات الطالبة يبدون روح تحمل المسؤولية، وهذه احنا هدفنا. احنا قاعدين نعد جيل، وجيل صغير، هذا الجيل لابد اني انا ابنيه صح من خلال اني انا ازرع فيه جميع القيم اللي تخليه يستطيع ان يتحمل المسؤولية، وخاصة احنا هذه الجيل نعول عليهم ان شاء الله مستقبلا يكونون هم طبعا قادة هذا البلد، او انهم يقودون حسب كل حسب مكانه بيقود في مكانته البلد. فلابد ان احنا نزرع فيهم حب الوطن والمسؤولية والتعاون، وان ما حد يخذلهم، وانهم يستطيعون يبنون هذا الوطن للأفضل، وهذه هدفنا وهي واضح فيهم. واجبنا بعد احنا كأكثريين يعني صح. كلمة أخيرة حابة توجهينها؟ والله يعني أول حاجة أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإن شاء الله يعود علينا وعلى هالقطر إن شاء الله بخير دائما. في كلمات بسيطة إذا ممكن تسمحون لي أني أقولها. لك يا قطر في سماء العز راية، وفي صفحات التاريخ أجمل حكاية، لك بصمة مجد تحكى في رواية، وأنت يا قطر أغلى الهبات وأحلى الهدايا، وحبك يا قطر سكن قلبي وروحي وكل الزوايا، ولأجلك يا قطر نهدو الروح ونذوق المنايا، دعوت الله يرعى أميرك فريد الطبع والسجايا، ويحفظ قطر من كل سوء، فيا رب استجب دعايا. آمين يا رب العالمين، وصح لسانك، ويعطيكم ألف عافية على هالفعالية اللي أكيد يعني نستفيد منها والطالبات بعد تستفيد منها. يعطيك ألف عافية أستاذتي أسمى الكبيسي. شكرا، ويعطيكم العافية، وأنا أشكركم على تواجدكم معنا ونقل هذه الفعالية، وشكرا، ونرحب فيكم في أي وقت إن شاء الله. يعطيك العافية. مشاهدينا هاي كل اللي كان عندي من مدرسة البيان المستقلة للبنات. نرجع لكم الاستوديو. شكرا حنان، وشكرا ايضا للاستاذة أسمة الكبيسي على الكلمات الجميلة. ومثل ما قالت الاستاذة في من شوي، لك يا قطر في سماء العز راية. فدكتورة هدى، ذكرتي في بداية حديثك من الكلمات اللي ألهمتني، أنه إحنا ما عشنا حياة المؤسس صحيح، ولكن قاعدين نحييها وقاعدين نشوفها على أرض الواقع مثل ما طلع معانا. فربع تعاونوا وما ذلوا،
يعني هذا المعنى الأصيل اللي يحمل معنى التكاتف والتعاضد، ايش كثر يعني مهم انه يطبق على ارض الواقع. ربع تعاون وما ذلوا، التعاون التكاتف يد بيد. لو شفنا حتى هذه الشارع شنو هي؟ ايدي متكاتفه وترفع الرايه، نعم، وترفع الهساريه، ترفع هالعلم. فعلا ربع تعاون، كلنا يد بيد، كل من يعيش على هذه الارض الطيبه تتكاتف وتتعاون علشان ترفع شان هذه الدولة الحبيبة، وهذه اللي احنا شايفينها الحمد لله، ونشكر الله ونحمده عليه. ونوصي بعض ونذكر بعض، يعني اتوقع دكتورة يمكن تتكلمين من شوي، وكل واحد فينا يوم يعبر عن احساسه، اتوقع كلنا ممكن يكون كتاب او شعراء، بس يعني من هذا الحب وبس من الكلام ممكن نوصله. إيش كثر مهم أن أنا إذا كان عندي مثلاً هذا الإحساس أو هذه الهواية، ونفس ما قالت الأستاذة في النقل المباشر، كل في مجاله، إنه شلون واجب علي حب الوطن أني أنا أوصل هذا الشيء، سواء بمشاريع سواء بكتابة، إيش قد مهم؟ المهم أن هي هذه الإحساس الجميل المرهف الحقيقي أنه يوصل في العمل. كل واحد منا عنده عمل، كل واحد منا عنده مجال يشتغل فيه، احنا لازم يوصل هذا الاحساس من خلال الابداع ومن خلال التفاني في العمل، وهذا هو المطلوب. احنا شلون بنشيل بلدنا؟ الكتابه جميله جدا، والقناء والفنون والرسم هذه جميله جدا للتعبير، لكن مش هي التعبير الوحيد، التعبير الحقيقي فعلا كل واحد منا يبدع وينتج في مجال عمله، بهذه فعلا احنا نترجم هذه الحب. فعلا دكتوره نوره، لو رحبتي ان بعد يعني بدليل مثل ما ذكرت الدكتوره هدى ان كل واحد فينا قاعد يبدع في اداء عمله، الطالبات اللي طلعوا معنا من شوي او الطالبات اللي تكلموا عنهم، ان كل واحده اختارت او كل طليعه فيهم اختاروا اسم الستاند اللي يعني هم بيمثلونه، وراحوا بحثوا عنه فطلعوه بالصوره اللي هم يشوفونها. لما اختارت الزباره طلعت الزبارة بشكل هي اللي تشوفه مناسب لي مثلا ستاند ولا مكان الزبارة، فش كثر مهم ان انا بالفعل امثل قطر ولا امثل اي رمز من الرموز القطرية على اكمل وجه واتمه. اي انا اشكر اسماء الكبيسي يعني على هاي المبادرة، انها خلت البنات بنفسهم يروحون ويبحثون الأماكن يمكن حتى ما شافوها، يمكن بعضهم ما شافوا الزبارة، ما شافوا الدخان، ما شافوا الوكرة، ما شافوا هالمناطق اللي هم، بس هي تبحث، وهي من 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 كثر ما بحثت عنها تقدر تطلعها بالصورة اللي هي. فالمناطق قطر كلها من شمالها إلى جنوبها، نعم، يمكن أن كلها كملوها، فهي عارفة شلون لما حد يسألها عارفة شلون تجاوب، وفي نفس الوقت هي بعد تقدر، هي عندها المعلومات، فيعني ما ينسون وين أماكنهم، يعني جيلهم مش مثل جيلنا احنا. صحيح. احنا جيلنا كنا بعد المدرسة يمكن نطلع رحلات برا، يعني كانت ما كان في زحمة كثير، فكنا نشوف الزبارة وكنا نشوف دخان، كنا نشوف كل منطقة في قطر، كل شبر في الصحراء كنا نشوفه وكنا نعرفه، لا. كانوا أهلنا يعلمونا، بس هذيل الجيل الجديد الحين ما عندهم صحيح. ما لا. عندهم القدرة إنه يمكن في الويكند بس، ويمكن في أماكن لا. محدودة، فشيء جيد إن هم خلوهم كل واحدة في مدينة معينة أكيد. تبحث فيها. أكيد. إذا يعني إحنا التواصل بيننا وبينكم يعني جدا جميل، ووصل بي يعني إلى أقاصي السماء. وغير هذه التواصل الأثيري اللي بيننا وبين أيضا ضيفاتنا، وما ننسى بعد مشاهدينا ما نستغنى عنكم عن تواصلكم معنا. هذا التواصل اللي بيكون إما على إنستغرام البرنامج أو فيسبوك البرنامج أو أيضا تويتر البرنامج على وسم درب أندرسكور. برنامج اندرسكور درب اندرسكور الساعي. تواصلوا معنا وبنطلع معاكم مشاهدينا فاصل، ونفس ما قلنا تجون درب الساعي ولا لا تروحون بريد.